السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروس الإعلاميات في قناة مسيو الحضر ياسين للإعلاميات. أول حاجة، رمضان مبارك سعيد، والله يتقبل والله يجعله في ميزان الحسنات. اليوم إن شاء الله عن نشوفوا واحد جوج تمارين كاينين في الإكسل، المهم مزيونين اخترتهم أنا، جاو في امتحان ديال فان فورماسيون ديال إيستا، ديال الإستيا ديال التكوين المهني. وبغيت المهم عندي في التي بي ديال الاكسل، وبغيت نتقاسمو معكم في هذا الفيديو هذا، ومنها كتزيدوا تفهموا الاكسل وفونكسيون ديال سي وبزاف ديال الحاجات عمليات كنعدلوهم في الاكسل. دونك على بركه الله. وطبعا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو القناه مع لي زامي ديالكم اذا شفتوا القناه، طبعا اهلا لذلك. دونك على بركه الله. دونك نقراو الموضوع. دونك هنا عندنا هادو بحال موظفين. دونك عندنا لو نون ديالهم، برينو ديالهم، هذا شيفر دافير. شيفر دافير يعني شحال ربحوا الشركه. سالير فيكس هو راتب ثابت، وهنا عندهم الكوميسيون هي نسبه الارباح اللي كيديو يعني التمصيره ديالهم، والبريم هي المكافاه، والسالير بريد فينال هو الراتب الخالص النهائي. دونك قبل ما نبداو تنقراو الموضوع مزيان باش نفهمو. دونك شنو قال لك هنا؟ قال لك لونتربريز رينيمير سون ريبريزونطون، المقاوله كتخلص ممثلين ديالها، اون لو اتريبيون كتعطيهم ان سالير فيكس راتب ثابت، اون كوميسيون بازي سور لو شيفر دافير نسبه الارباح من خلال اللي ربحوا الشركه، اي اون بريم والمكافاه. دونك من هاد الباراغراف هادي كتعرف بان السالير بريت فينال غيكون كيساوي هو سالير فيكس زائد لا كوميسيون زائد لا بريم. صافي. دابا غنشوفو كيفاش غنخرجو لا كوميسيون. قالك لا كوميسيون ايغال ا، لا كوميسيون ايغال ا. شنو قالك هنايا؟ 2% دو شيفر دافير لوغ سولوي سي اي سوبيريور ا 30000 درهم. 1.75 دو شيفر دافير لوغ سولوي سي اونتر 20000 و 30000 درهم، وطبعا غيكون زيرو اذا كانت اقل من 20000، حيت اذا كانت اقل من 20000 غتكون زيرو. دونك باينه هادي. دونك دابا حنا خصنا نخرجوا كوميسيون. دونك باقي عاقلين بان دائما ملي كنجي نخرج شي حاجه كيكون عندي فيها الحالات يعني لي كا وداكشي، دائما كنستعمل هاد الطابلو هذا في الوسخ. دونك شنو كنعمل هنا؟ كنعمل هنا الشرط، وهنا الحاجه اللي خصني نخرج. شنو خصني نخرج انا؟ كوميسيون. الكوميسيون شنو غتكون كتساوي؟ 2% مضروبه في شيفر دافير، ولا 1.75% مضروبة في شيفر دافير، ولا 0% مضروبة في شيفر دافير، يعني هي زيرو. دابا فوقاش غتكون 2% دو شيفر دافير؟ قالك هنايا لوغ سولوي سي، على ما كتعود سولوي سي على شيفر دافير، إذا كان سوبيريور 30000. دونك الشرط ديالي إذا كان شيفر دافير أكبر من 30000. فوقاش غيكون 1.75 دو شيفر دافير لو سولوي سي اونتر 20000 و 30000. دونك شنو كتعني هادي؟ بان شيفر دافير اكبر من او تساوي 20000، حيت هادي هي اونتر، اي شيفر دافير اصغر من او تساوي 30000. باقي عاقلين؟ طبعا مش تشوفوا هاد التمرين هذاك، خصكم تشوفوا ديك الفيديو قبل ديال فونكسيون سي. دونك ملي كيكون عندنا في هاد الحاله هادي شيفر دافير اصغر من 30000، هادي ما كنعدلوهاش حيت كنكون ديجا عدلناها فوقي. دونك مو ديك الساعات نزيد نشرحها اللي ما فاهمش باغي، ملي نكون كنعمل سي نشرحها لكم. زيرو في الحالة اللي بقات، الحالة اللي بقات يعني هي أصغر من 20000، تا هادي ما نعدلهاش حيت بي سي أوتوماتيكمون كيعرفها. المهم ملي نكون كنخدم سي دابا نعاود نشرح، وهادي شرحتها في الفيديوهات اللي قبل ديال الإكسل. يلا دونك على بركة الله. دونك دابا شنو غنعملو؟ غنمشي لهنا كوميسيون. دابا انا عندي لي كا، دونك غنستعمل فونكسيون سي. دونك غنعملو تساوي، غنعملو سي، غنفتحو القوس. على من عندي الشرط على شيفر دافير، دونك كنسيليكسيوني شيفر دافير، غنعمل هنا اذا كان اكبر من 30000. دابا سالينا الشرط، كنعملو نقطة فاصلة، كنقولولو شنو غيعمل؟ شنو غيعمل؟ غيعمل 2% ضرب شيفر دافير. دونك غنجي هنا نعمل 2% ضرب، وكنمشي نسيليكسيوني شيفر دافير. دابا انتينا بي سي ملي كتنزلوا هاد النقطة فاصلة اللي نزلتي دابا، البي سي اوتوماتيكمون كيعرف بأن العكس الشرط تحقق. شنو هو العكس الشرط؟ هو أصغر من أو تساوي 30000، هذيك الشيء ما كنعملوش هاد أصغر من تساوي 30000، يعني هي معروفة. دونك دابا شنو خصني نقول له؟ إذا كان أكبر من أو تساوي 20000، دونك شنو كنعملوا؟ كنفتحوا سي أخرى. دونك أنا نفتح سي أخرى، نفتح القوس،
عاود كان سيليكسيوني شيف دافير، هاد المره انا مش شرط ثاني اللي هو اكبر من او تساوي 20,000. دابا حنا قلنا ملي كتنزل هاد النقطه فاصله الاوليه، بي سي كيعرف اوتوماتيكمون بان العكس هذا تحقق، هو اصغر من او تساوي 30,000. انت ملي زدتي له السي دي 3 اكبر من تساوي 20,000، يعني انت ما بين 20,000 و 30,000، اللي هو الشرط الثاني هو اللي تحقق. دونك نقطه فاصله كنقولوا له شنو نعمل، شنو نعمل؟ عامل 1.75% مضروبه في شيفر دافير، كنضرب في شيفر دافير. دابا عندنا هنا نقطه فاصله، دونك دابا الحاله الاخريه بلا ما نعد حيت هي معروفه هي اللي بقات. دونك نيشان كنعملوا زيرو، كنشد جوج اقواس ديال سي، سي ديال الاوليه والسي ديال الثانيه، صافي كنعمل اونتري. دونك جات لي هيدا حيت هادو ما مطبينش مزيان، حيت كوبيتهم للوورد، صافي. دونك هادي علاش جات زيرو، جات زيرو حيت عندها اقل من 20,000. دونك نجرو دابا ونتاكدوا داكشي واش صحيح ولا لا. صافي كتلاحظوا لي هما اقل من 20,000، ها هما اللي عندهم شي فضاء في اقل من 20,000، عندك هادي وعندك هادي، ها هما جاو زيرو. كتلاحظوا لي هما ما بين 20,000 و 30,000، جاو 1.75 مضروبه في شي فضاء. اذا بغينا نتاكدوا هذا ما بين 20,000 و 30,000، اجي نتاكدوا واش صحيحه ولا لا. دونك اجي نتاكدوا، دونك شنو نعمل هنا؟ نعمل تساوي 1.75% ضرب شيفر دافير اللي دخل. دونك هي جات 474.95 هي اللي جات لي هنا، يعني صحيحه. اجي نشوفوا شي وحده اكثر من 30,000، شي وحده اكثر من 30,000، هذه جبل امل، دونك دخلت 65,090. دونك شنو خصو يضرب هو؟ 2% في شيفر دافير، غنشوفوا صحيحه، تساوي 2% ضرب شيفر دافير. دونك ها هي جات صحيحه، دونك 1301.8، يعني الفورمي اللي عملنا دونك صحيحه. دابا نقراو لا بريم، هذا امتحان ليستيه. دونك لا بريم شنو قال لهم؟ لا بريم سيليف ا 60,000 درهم اي لي بارطاجي بروبورسيونمون او شيفر دافير رياليزي بار شاكان دو. دابا خصنا نفهموا الموضوع. قال لك البريم غتكون 60,000 درهم، يعني الميزانيه اللي خاصت الشركه البريم هي 60,000 درهم. Et les partagés proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par chacun de ces 60,000 dirhams, à la حساب كل واحد شحال كيدخل شي فخ دافير. يعني اذا كان شي واحد كيدخل شي فخ دافير بزاف هو اللي غيدي النسبه بزاف. يعني مثلا دابا نتوما كتشوفوا هنا شكون اللي كيدخل هنا شي فخ دافير بزاف، الفرق لكم الالف ما تشوفوا، اللي كيدخل شي فخ دافير بزاف هي جبل امل، دونك عندنا 65,090. دونك هذه هي اللي خصها تدي نسبه كبيره من لا بريم، يعني ياخذ كل ما ربح الشركه بزاف كل ما كيدي لا بريم بزاف. باش نفهموا هذا السؤال هذا نخرجوا هذا الطابلو ستيتو، هذا بحال سؤال تمهيدي باش كتزيدوا تفهموا وبعد نخرجوا لا بريم. تخيل مثلا عندكم هنايا هادو مدينه سيطوان كاين 12,000 ديال التلميذ شي مثلا في الكليه طونجي، مثلا جامعه عبد الملك سعدي مثلا طونجي كاين 15,000، مراكش كاين 16,000، العرايش كاين 18,000. دابا انا خصني نخرج نسبه الوجود ديال سيطوان من المغرب كامل، من هاد المدن كاملين اللي كاينين هنايا، نسبه الوجود ديال طونجي من المدن اللي كاينين هنا كاملين من التوتال. دونك شنو كنعملوا اول حاجه؟ اول حاجه كنحسبوا التوتال، دونك غنجي نعمل تساوي صوم، غنفتح القوس وغنسيليكسيوني هادو كاملين، غنكليك على اونتري. دونك هذا هو التوتال، دونك عندي نفس بروبليم، دونك خصني نمسح ديك ليسباس. هادو كوبي ستابلوس من الوورد، من بوليكوب ديال الوورد اللي عندي في الوورد. ها هي دونك ها هو التوتال. دونك دابا اذا بغينا نحسبوا النسبه ديال تطوان من المغرب كامل شنو كيعملوا في الماط؟ كيعملوا تساوي شحال كاين في تطوان تقسيم المغرب كامل. اذا بغينا نعملوا طنجي شنو نعملوا؟ شحال كاين طنجي تقسيم التوتال كامل. اذا بغينا مراكش شحال كاين مراكش تقسيم التوتال كامل. بما ان غنقسم دائما على ديك التوتال، دونك شنو كنعملوا؟ كنشبروا هذا التوتال هذا وكنفيكسيوه اف 4. صافي دابا كليك على اونتري باش ملي كنجور ما كيتبدلش. ديك الساعه شنو كنعملوا هنايا؟ كنضربوا في النسبه مئويه وكنزيدوا جوج اعداد فاصله وكنجروا. ها دابا هادي كتعطيني النسبه ديال كل مدينه من التوتال كامل. طبعا اذا جمعت هادو كاملين خصو يعطيني 100%، اذا ما عطانيش 100% يعني كيكون عندي داكشي خاطئ، دونك هو عطاني 100%. دابا هنايا نفس الفكره، دونك دابا انا قال لك الميزانيه المخصصه للبريم هي 60,000 درهم، هي تقسم على حسب كل واحد شحال كيدخل من شيفر دافير. دونك شنو خصني نعمل اول حاجه؟ خصني نحسب النسبه ديال شيفر دافير ديال حمزه من كل شيء، نسبه شيفر دافير ديال سهام من كل شيء، نسبه ديال شيفر دافير ديال امل من كل شيء، وحنا ماشيين. دونك اول حاجه خصنا نحسبوا التوتال ديال شيفر دافير، دونك غنعمل تساوي صوم، غنفتح القوس، غنسيليكسيوني شيفر دافير كامل، غنكليك على اونتري. دونك دابا هادي شنو كتعطيني؟
النسبه هذه كتعطي لي التوتال ديال شيف دافير ديال ارباح الشركه كامله. دابا اذا بغينا نعرفوا النسبه ديال شيف دافير ديال فهمي حمزه بالتوتال شنو غنعملوا؟ غنعملوا تساوي غنسيكسيوني شحال هو ربح الشركه تقسيم المجموع ديال الارباح كاملين. دونك ديك المجموع ديال الارباح كاملين غنعملها اف 4 باش ملي كنجر عاو كيحسب لي النسبه ديال السهام بالارباح كاملين او نسبه الامان بالارباح كاملين. دابا تعطيني نسبه شيف دافير ديال كل واحد شنو غنعمل؟ غنضربها في ديك الميزانيه المخصصه في 60000. صافي هادشي كاين. وديك الساعه غنضرب هنايا وغنجر غنفرقوا الالف باش نشوفوا. دابا كتلاحظوا بان امل اللي ربحت الشركه بزاف هي اللي دات النسبه ديال الارباح بزاف، دات 23391. وطبعا اذا عملنا التوتال ديال شيفر دافير ديال هذاك لا بريم خصنا نجبرو 60000 درهم. اذا جبرتي شي 60000 درهم كيكون عندك داك الشيء خطا. كنتمنى تكون تصحت الفكره. شنو غيكون كيساوي الصالير فينال؟ هو الصالير فيكس زائد كوميسيون زائد بريم اللي قلنا قبيلاتي. دونك غنجي هنا نعمل صوم نفتح القوس وغنسيكسيوني الصالير فيكس كوميسيون لا بريم اونتري وغنضرب هنايا وغنجر. واذا كنكونو خرجنا التمرين ديالنا. دونك شنو كيبقى خصنا نعملو؟ خصنا نعملو غير الدرهم. دونك غنسيليكسيوني هادو وغنسيليكسيوني هادو وغنسيليكسيوني هادي وهادي. غنمشيو هنا نومبغ، غنمشيو اول حاجة نومبغ، غنعمل ايتيليزي لي سيباغاتور دو ميليم باش كيفرق لي الالف. مورا غنمشيو بيرسوناليزي وغنجي هنا وغنعمل غيومي اسباس دي اش ونشد غيومي ونكليكي على اوكي. دونك هيدا كنكونو سالينا هاد التمرين هذا. دابا نشوفوا التمرين رقم جوج. هذا التمرين مزيون بزاف، هذا كنعتبره من اصعب التمارين اللي عندي في البوليكوب ديال الاكسل في الدروس ديال الاكسل اللي كنقري. دونك هنا عندك لي سالاري ولا لي زومبلوي الموظفين، هادو من سيرفيس خدامين. دات دو ريكروتمون فوقاش بداو معنا الخدمه. لي نوم دونفون شحال عندهم ديال العيال. و سالير دو باز، هذا سالير دو باز. وحنا خصنا نخرجوا بزاف ديال الحاجات. عندنا هنا لونسيونتي لا بريم لا لوكاسيون فاميليال ايت سالير فينال اكسيتيرا. دابا نقراو الاسئله ونطبقوا. دونك السؤال الاولي سيزير لو طابلو اون ريسبكتون لي ميزون فورم. صافي دونك الطابلو هو معوض. دونك نزيدو غير هنا الدرهم. دونك نسيليكسيوني هادو كاملين، نمشيو نومبغ، نمشي نومبغ، نعمل ايتيليزي لي سيباراتور دو ميليم باش كنفرق الالاف، نمشي بيرسوناليزي ونجي هنا نعمل غيومي نعمل اسباس ونكتب درهم. سي بون. التواريخ نعوضوهم. دونك هذا 17/9/2000 نعوضو التواريخ. دونك غنسيليكسيوني التواريخ كاملين ونمشي هنا نومبغ، نمشي بيرسوناليزي. و باغ اكزومبل نعمل الفورم اللي كنعطيهم في الامتحان. دونك هما عندهم هيدا جي جي ام 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 ا ا، هادو عندي في الفيديوز ديال الدروس الاولين ديال الاكسل. صافي دونك دابا نبداو نخرجو مع بعضنا. دونك قالك السؤال نيميرو 2، calculer l'ancienneté de chaque salarié sous le forme 001. Donc شنو معنى الدات دو ريكروتمون؟ دات ريكروتمون فوقاش بدا معنا الخدمه. شنو معنى لونسيونتي؟ هي الاقدميه، يعني شحال السنوات هو خدام معنا. دونك باش نخرج لونسيونتي يعني الاقدميه خصني نعمل فرق ما بين التاريخ ديال الخدمه ديالو فوقاش بدا الخدمه مع التاريخ ديال اليوم. دونك باش كنعملوا الفرق ديال التواريخ كاينه واحد الفونكسيون اسمها دات ديف. دونك شنو كنعمل؟ تساوي كنعمل هنا دات ديف كنفتح القوس كنسيليكسيوني التاريخ اللي قديم. دونك التاريخ اللي قديم هو فوقاش بدا الخدمه. التاريخ الجديد هو اليوم. دونك انا من نقطه فاصله كنعمل التاريخ الجديد دونك هو اليوم. دونك باش كنعرفوا اليوم في الاكسل اوجوردي. دونك هذا عندي واحد الفيديو ديال الفونكسيون ديال دات فونكسيون ديال تكست او كاين عندي في الفيديوز اذا بغيتوا تشوفوا داكشي بالديتاي. دونك انا من هنايا اوجوردي غنشد القوس ديالها نقطه فاصله باش نحسبوا الفرق. هو قال لك بالاعوام اون. دونك غنجي هنا اونتر غيومي كنعمل إيكغيك. لو كان عندي بالشهور كنت غنعمل إم، لو كان بالنهار كنت غنعمل دي. إيكغيك كتعني يير، إم كتعني مانت، دي كتعني دي. كتشد القوس اونتخي، صاديك الساعة كضرب هنايا وكتجور. وإذا بغيتي الكولور ديالك ما يضيعش كضرب هنا بلوس، كتعمل غومبلي غوكوبي لي فالور سون لا ميزون فورم، باش كيبقى ديك لا ميزون فورم اللي عملت أنا هنا. دونك هذا خدام معنا 32 سنة، هذا خدام معنا 20 سنة وحنا ماشيين. دونك هو قال لك في الآخر زيد لها اون. دونك غنسيليكسيونيها، غنمشي هنا نومبغ، غنمشي بيرسوناليزي، عندي الأعداد بلا فاصل غنختار زيرو، غنزيد واحد زيرو أخرى، ماشي إذا كانت مثلا ستة يعمل لنا زيرو ستة، والحاجة اللي ثابتة كتعملها ما بين غيومي، غتعمل غيومي، غتعمل إسباس، ونكتب هنايا أون، ونشد غيومي، ونكليكي على أوكي، دونك ها هي خرجت، صافي؟ دابا غنخرجو لابخيم،
اجي نقراو لابريم شنو قال لك. هاد السؤال عملناه دونك نمسحو. شنو قال لك هنايا؟ كالكولي لابريم. شنو قال لك؟ كالكولي لابريم. نقراو هاد السؤال هذا مزيان. كالكولي لابريم دونسيونتي، هذه المكافأة ديال الأقدمية. ساشون كو لابريم غتكون 5% دو سالير دو باز ابخي 2 زون دو سيرفيس، 10% دو سالير دو باز ابخي 5 زون دو سيرفيس، 15% دو سالير دو باز ابخي 10 زون دو سيرفيس. دونك قبل ما نبداو نخرجوا هذا السؤال هذا، لابد نعملوا ديك الجدول ديال الوساخ. يلا اجي نقراو السؤال ونحلوه مزيان. دونك شنو قال لك هنايا؟ كالكولي لا بريم دونسيون تي ساشون غتكون 5% دو سالير دو باز. دونك عنجيني انا نكتب باني خصني نخرج لا بريم. دونك غتكون هنايا 5% مضروبه في سالير دو باز فوقاش ابخي 2 زون دو سيرفيس. في الشرط مش نكتب الانشاء ابخي 2 زون، يعني اذا كانت لونسيون تي هاي لونسيون تي اكبر من جوج صافي، اذا خصك تعملو في الوسخ. شنو عندك هنايا؟ 10% دو سالير دو باز. دونك شنو غتكون هنايا؟ 10% ضرب سالير دو باز فوقاش 10% مضروبه في سالير دو باز فوقاش. قال لك هنايا اذا كانت ابخي 5 اون دو سيرفيس، اللي معناها ابخي 5 اون دو سيرفيس يعني هي لونسيونتي اكبر من 5. دونك انا جينا هنا من لونسيونتي اكبر من 5. 15% دو سالير دو باز ابخي 10 اون دو سيرفيس. دونك شنو نكتب هنايا؟ 15% مضروبه في سالير دو باز ابخي 10 اون دو سيرفيس، يعني لونسيونتي خصها تكون اكبر من 10 اون دو سيرفيس. دونك مزيان، واش سالينا ولا باقي شي حاجه اخرى؟ لا، كاين واحد الحاجه، واذا كانت لونسيونتي اقل من جوج. دونك دابا هادي ما كيقولها لكش، هو انت خصك تفكر فيها. اذا كانت لونسيونتي اقل من جوج شحال تكون لا بريم؟ غتكون زيرو. يعني هادي خصك انت تكمل من راسك، هادي ما يقولها لكش هو. دونك دابا نعملكم واحد المسطره هنا باش تفهموا. دونك قال لك اذا كانت اكبر من جوج، يعني اكبر من جوج انا في هذا الموطع هذه اكبر من جوج. دونك شحال تكون هنايا؟ 5% مضروبه في سالير دو باز ابري 5 اون، يعني هنايا 10% مضروبه في سالير دو باز ابري 10 اون، يعني هنايا غيكون 15% في سالير دو باز. شنو كتلاحظوا؟ فين جات هاد زيرو؟ ما جاتش في هاد الاتجاه هذا، زيرو جات هنا. دونك دابا انا بي سي خصك تحطي، اذا بديتي بسي اكبر من جوج، سي اكبر من 5، سي اكبر من 10، عاد عملتي زيرو ما يخرج لكش داكشي مزيان. اجي نجربوها ونشوفوا وعاد نعملوا الحاله الصحيحه. دابا الناس اغلبيه كانوا يعملوا هيدا تساوي سي، غتفتح القوس عاد سيليكسيون عندك الشاط على لونسيون تي، ها هو لونسيون تي، غيعملوا هنا اكبر من جوج، هاي اكبر من جوج نقطه فاصله. شنو غيعملوا ديك الساعات؟ 5% ضرب صاريخ دو باس، غتمنى هنا 5% ضرب وعاد سيليكسيوني صاريخ دو باس، عاود من نقطه فاصله كنفتحوا سي اخرى. سي صح القوس، هاد المره نمشيو للشاط الثاني لونسيونتي اكبر من 5، نسيليكسيوني لونسيونتي عامل اكبر من 5 نقطه فاصله، كنقولو شنو يعمل؟ شنو يعمل؟ 10% ضرب سالير دو باز، غنضرب نفس سالير دو باز. عاود من نقطه فاصله عاود نفتح سي اخرى، نفتح القوس. دابا انا من الشرط الثالث لونسيونتي اكبر من 10، نسيليكسيوني لونسيونتي عامل اكبر من 10 نقطه فاصله. شنو يعمل دابا؟ 15% ها هي ضرب سالير دو باز اللي هو اف 3، ها هو موراها كانوا يعملوا هيدا نقطة فاصلة، يقولوا هاد الحالة هادي ما نعدلوهاش حيت هادي الحالة الأخرية معروفة، وكانوا يجيو هنا يعملوا زيرو ويشدوا واحد جوج ثلاثة ديال الأقواس. دابا ملي غتجر هيدا غتلاحظوا بأنها ما خرجتش. دابا حنا خصنا نعرفوا علاش ما خرجتش، ما خرجتش صحيحة. أنا غنوريكم دابا بأنها ما خرجتش صحيحة. دونك البي سي هيدا شنو كامل؟ دابا لونسيونتي الاولية شحال عندنا مكتوبة فيها؟ مكتوبة فيها 32، لونسيونتي الاولى مكتوبة فيها 32. دونك شنو كامل البي سي؟ كيشبر هيدا كيقول 32 كبيرة من جوج، كامل 5% في صاريغ دو باس. دابا هو ديك 32 شنو يعمل فيها؟ اجي نشوفوا شحال كتجينا 32. دابا اللي يعمل بي سي 32 مشى شبر 5% ضرب صاريغ دو باس ضرب 3800، هو عطاني 190. مع العلم بان 32، مع العلم بان 32 جات في الحاله ديال اكبر من 10، 32 جات هنا في الحاله اكبر من 10، يعني هو كان خصو يضرب 15% في صاليغ دو باس ماشي يضرب 5% في صاليغ دو باس. دابا البي سي شنو يعمل؟ لازم نكبركم هيدا نزومينكم باش تفهموني، هذا خصو يحضي من هذا منا، مشي تشوفوا خرجت صافي تقولوا صحيحه. البي سي شنو يعمل؟ ها
كيشبر دابا هاد 32 20 26 18 21 6 10 5 قارنهم هنا جبرهم كاملين بهم اكبر من جوج، كيجي غير كيقارن كي ميسي هادو جبرهم اكبر من جوج كاملين بهم يعمل 5% في ساليغ دو باس، يعني ما يمشيش ديك 10% في ساليغ دو باس ما يدخلش هادو و 15% في ساليغ دو باس ما يدخلهمش، حيت سينا بي سي دوخت ما مشيتيش في اتجاه واحد. اذا بغيتو تاكدوا دابا تجبروا بان بي سي كاملين بهم ضربوا ب 5% عشان نشوفوا واش داكشي هو هذاك ولا لا. انا من هنا تساوي شبار ساليغ دو باس نعمل الضرب 5% تو كاملين بهم عطالك ضرب لك ب 5% تو تو هما اللي جاونا هنايا شفتو. دونك دابا انا بي سي كتسميوها دو وقت هو حتى في الدنيا خصكم تمشيو دائما كود عمركم تمشيو هيدا وترجعوا هيدا. دابا نوريكم شنو عملتو نتوما بي سي نتوما شنو عملتو دابا بهاد السياده اللي عملناها دابا عاد نتوما عملتو هيدا شو بديتو هنايا انا هنا في هاد الموطع فين ميستار بديتو اكبر من جوج مورا مشيتو اكبر من خمسه مورا مشيتو اكبر من عشره ما كملتوش في الاتجاه ورجعتو انجوج. دونك دابا هيدا بي سي كيدوخ. دونك شنو كان خصنا نعملو؟ كان خصنا نبداو من هنا من اكبر من عشره مورا اكبر من خمسه مورا اكبر من جوج عاد كان من زيرو، يعني كان خصني نبدا اكبر من عشره اكبر من خمسه اكبر من جوج عاد كان من زيرو، يعني خصك تمشي في اتجاه واحد. اتجاه اخر كنا نبداو باصغر من جوج اصغر من خمسه اصغر من عشره صافي. دونك حنا نبداو باكبر من عشره باش تجيكم سهله. دونك نجيو هنا شنو نعملو؟ تساوي سي غنفتح القوس غنسيليكسيوني لونسيونتي غنعمل هنايا اكبر من عشره هذا هو الشرط الاولي. نقطة فاصلة إذا تحققت شي شنعمل 15% ضرب صاليغ دو باس 15% ضرب صاليغ دو باس هو هذا. دابا أنا من نقطة فاصلة غنفتح سي أخرى دابا مشيت الحالة الثانية أكبر من خمسة غنسيليكسيوني لونسيون تي غنعمل أكبر من خمسة. دابا سالينا الشرط شنو كنعملو دابا ملي كنساليو الشرط؟ نقطة فاصلة غنقولو له شنعمل غيضرب 10% ها هي ضرب صاليغ دو باس شنو غنعمل عاود؟ غنفتح نقطة فاصلة سي أو كنفتح سي أخرى غنفتح نسيليكسيوني لونسيون تي هاد المرة نعملو أكبر من جوج أكبر من جوج نقطة فاصلة شنو نعمل؟ 5% في صاليغ دو باز دونك غنجي نعمل 5% ضرب صاليغ دو باز نقطة فاصلة. دابا عاد وصلنا للحالة الأخرية نعملو زيرو غنشد واحد جوج ثلاثة نعمل أونتخي. دابا كتلاحظوا بأنها ما جاتش بحال قبيلات هذيك 190 وإذا بغيتو تتأكدوا بأن هادشي صحيح نشوفو هذا عنده 32 سنة ملي كيكون عندك 32 سنة يعني أكبر من 10 خصو يضرب 15% في صاليغ دو باز نشوفو الصحيحة تساوي 15% ضرب صاليغ دو باز اللي هو 3800 دونك جات صحيحة 570. أجي نشوفو هذا عنده 20 سنة 20 سنة داخلة في هاد الحالة ديال هادي تاهي أكبر من 10 دونك إذا من هنا تساوي 15% ضرب الصاليغ ديالو 15% ضرب الصاليغ ديالو دونك جات 375. اجي نشوفو شي حالة اكبر من 5 ما بين 5 و 10 شي حالة ما بين 5 و 10 هي 6 هادي ها 6 6 خصو يضرب 10% في صاليغ دو باز نشوفو الصحيحة تساوي 10% ضرب صاليغ دو باز اللي عندو 4600 دونك جات 460 هي اللي جات هنا يعني كلشي صحيح. دونك هيدا كتعرف بأن كلشي اللي خرج لك صحيح. كاين اللي غيقول لي كان بإمكاننا نخدمو بالعكس نبداو بأصغر اجي نعدلو علاش ما نخسرو والو نعدلوها باش نزيدو نفهمو. كان بامكاننا نخرجوها بالطريقه الثانيه يعني الطريقه الثانيه نخدمو باصغر صافي. دونك دابا انا شنو كان عنده هنايا؟ كان عنده هنايا اكبر من جوج اكبر من خمسه اكبر من عشره اصغر من جوج يا كان بامكاني دابا حنا مشينا في باش مشينا دابا مشينا باكبر من عشره اكبر من خمسه اكبر من جوج يعني من اكبر من عشره اكبر من خمسه اكبر من جوج يعني مشينا في هاد الاتجاه. كان بامكاني نمشي في هاد الاتجاه هذا هايدا. دونك شنو كنت غنعمل هنايا؟ كنت غنعمل تساوي سي غنفتح القوس غنسيليكسيوني لونسيون تي فوقاش غتكون هي زيرو اذا كانت اصغر من جوج يعني اصغر من او تساوي جوج. دونك شنو غنعمل هنايا؟ اصغر من او تساوي جوج ما تنساوش تساوي نقطه فاصله انا من زيرو علاش مت اصغر من او تساوي؟ حيت هي فوقاش غتكون 5% دو صاليغ دو باس ابخي دو زون. شنو معنى ابخي دو زون؟ يعني اكثر من جوج قطعا. هذاك الشيء مثلا انا اصغر من او تساوي جوج زيرو انا من نقطه فاصله عاود نفتح سي اخرى عاود نسيليكسيوني لونسيون تي انا من عاود اصغر من او تساوي 5 نقطه فاصله 5% ضرب صاليغ دو باز عاود انا من نقطه فاصله سي عاود نفتح القوس عاود نسيليكسيوني لونسيون تي انا من اصغر من او تساوي 10 نقطه فاصله 10% ضرب صاليغ دو باز عفوا نقطه فاصله هذه الحاله هذه بلا ما نعدلها دونك نيشان من 15% ضرب صاليغ دو باز وغنشد ثلاثة الأقواس وغنجي هنا
وعن جورج طبعا خصها تجي نفس النتيجه، اذا ما جاتش انتم كتلاحظوا كيجي داك الشيء فحال فحال، يعني غير في الاوليه بريم الاوليه مشينا باكبر، والحاله الثانيه مشينا اذا في النتيجه مشينا باصغر. سي بون، دونك اذا كنكونوا خرجنا لا بريم، دابا نخرجوا الوكاسيون فاميليال. الالوكاسيون فاميليال هذه كنعتبرها من اصعب الاسئله اللي كاينه في الاكسل، حيت فيها تقريبا بحال البروغراماسيون. دونك اجي نقراوها ونحاول نبسطها لكم بحال اللي كنبسطها في الصبور، ملي كيقراو معايا خصني لابد نشرحها لهم في الصبوره حيت قاصحه شويش. دونك قال لك هنايا كالكولي لو مونطون دي زالوكاسيون فاميليال ساشون كو 300 درهم باغ اونفون بوغ لي 3 بروميير اونفون. دونك شنو فهمتو هنايا؟ الوكاسيون فاميليال هي بحال المساعده عائليه. دونك هنا قال لك 300 درهم باغ اونفون بوغ لي 3 بروميير. اجي نفهمو دابا يا خويا، اذا كان عنده عيل واحد الدوله شحال تعطيه؟ 300 درهم. اذا كان عنده جوج العيال الدوله شحال تعطيه؟ 600 درهم. اذا كان عنده ثلاثه العيال الدوله شحال تعطيه؟ 900 درهم. علاش باش عرفت هادشي؟ حيت هو قال لك هنايا 300 درهم باغ اونفون بوغ لي 3 بروميير، يعني 300 درهم على ثلاثه العيال الاولى. دونك دابا هذه الحاله الاوليه، دونك نعملوها بكولوم باش نفهموها. دونك اذا كان عنده واحد يعطيه 300، اذا كان جوج تعطيه 600، اذا كان ثلاثه تعطيه 900. دابا نشوفوا الحالات اللي موراها. قال لك انا 36 درهم بوغ لي 3 سويفون. 36 درهم بوغ لي 3 سويفون. شنو معنى 36 درهم بوغ لي 3 سويفون؟ يعني اذا كان عنده اربعه د العيال الدوله شنو تعطيه؟ تعطيه 900 درهم ديال الثلاثه الاولى زائد 36 ديال العيل الرابع. انتو تعملوا لي في حلقه لي واحده قالت لي بان العيل الرابع كينقى مرخيص ياك. دونك هيا نعملوا هيدا باش نفهموا. اذا كان عنده خمسه ديال شنو تعطي الدوله؟ تعطي 900 درهم زائد 36 زائد 36. 900 درهم ثلاثه الاولى، 36 العيل الرابع، و 36 العيل الخامس. اذا كان عنده سته ديال شنو تعطي الدوله؟ 900 درهم زائد 36 العيل الرابع زائد 36 العيل الخامس زائد 36 العيل السادس. شنو قال لك موراها؟ لا تنشوفوا هذه شحال كتخرج. 1008 صافي هذيك موراها. شنو قال لك هنايا؟ 1008 او دولا دو سي زونفون، يعني اذا كان عنده مثلا 7 د العيال، 8 د العيال، 9 د العيال، شحال ما كان عنده وما فوق، الدوله شحال تعطيه؟ 1008. دونك دابا هذه كنفكر، دابا انا نعمل جدول الشاط باش نفهمو. لا تمسح هادشي صافي، هذا تسالينا منو. اذا خصكم تفكروا مش عاد ديك الساعه تطيحوا بالفكره، اذا ما فكرتوش مزيان في الوسخ وديك الساعه تجيكم صعيبه. دونك شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندك هنا واحد جوج ثلاثه. دونك شنو كيكون عندنا الشرط ديالنا؟ كيكون عندنا الشرط ديالنا هو لو نومبر دونفون اصغر من او تساوي ثلاثه. صافي، دونك هنا كيكون عندنا لو نومبر دونفون اصغر من او تساوي ثلاثه، يعني يا واحد يا جوج يا ثلاثه. شنو كتلاحظوا؟ شنو كتكون كتساوي الوكاسيون فاميليال؟ شنو كتكون كتساوي؟ شنو كتلاحظوا هنايا؟ ملي كان عندنا واحد 300، ملي كان عندنا 600، ملي كان عندنا 3 900. دونك شنو كتلاحظوا؟ هي 300 مضروبه في لو نومبر دونفون. كاينه ولا ما كايناش؟ يعني اذا كان واحد عضرب 300 في واحد 300، اذا كان جوج عضرب 300 في جوج، اذا كان ثلاثه عضرب 300 في ثلاثه. اذا خصك تعمل الوسخ عاد نخرجوا هذه الحاله. هذه الثانيه عندك هنايا 4 5 6، شنو كيكون فيها؟ هذه كيكون فيها لو نومبر دونفون اكبر من ثلاثه، يعني العيال اكثر من ثلاثه، اي لو نومبر دونفون اصغر من او تساوي 6. كاينه ولا ما كايناش؟ هادو كيكون عندك هنا كبار من 3 واصغر من او تساوي 6. طبعا هادي اكبر من 3 ما نعدلوهاش حيت ديجا عندنا هنايا يعني العكسيه وكيعرفها فحال اللي كنعملو دائما. دونك هادي باغيها. ها شنو كتلاحظوا هنا كيكون دائما؟ شنو عندكم هنا؟ دائما عندكم 900. دونك عندكم هنا 900 زائد 36. دائما كتلاحظوا هنا 36 فين كتضربوا؟ 36 فين كنضربوها؟ هنا في الاولي ضربناها في واحد، هنا في الثاني ضربنا 36 في جوج، هنا ضربنا 36 في 3، يعني فين كنضربوها؟ كنضربوها في لو نومبر دونفون ناقص 3 الاولى. كاينه ولا ما كايناش؟ هنا عندك 4 العيال، إذا زودتي 3 الاولى فين هي؟ واحد، ضرب 36 في واحد. عندك هنا 5 العيال، إذا زودتي 3 الاولى هي جوج، يعني ضربتي 36 في جوج. هنا عندك 6 العيال، إذا زودتي 3 يعني غيبقاو 3، يعني هي هذيك لو نومبر دونفون ناقص 3، 6 ناقص 3 هي 3، كتضربها في 36. الحالة الأخرية يعني هذه أوتخ كا، يعني شنو كتعني هذه؟ إذا كان لو نومبر دونفون أكبر من 6. ياك دونك لا تنباغيها، يعني هادي ما نعدلوها شي حيت هي ديجا معروفه. دونك شنو كتكون الدوله شحال كتعطي ديك الساعات؟ 1008. دابا بهاد الطريقه تجينا ساهله نخرجوها. دونك اش نعدلوها؟ تساوي سي، غنفتح القوس على من عندي الشاط على لو نوم دونفون،
غان سيليكسيوني لو نوم دونفو، هي هادي او 3. يعني من هنا اذا كانت اصغر من او تساوي 3، هذا هو الشرط ديالنا. نقطة فاصلة شنو يعمل؟ شنو كتبان 300 ضرب لو نوم دونفو زايدة باش نعمل نقطة فاصلة نفتحو سي ثانية، سي افتح القوس، هادي أكبر من ثلاثة ما نعدلوهاش حيت معروفة. شنو نعمل عاود؟ غنسيليكسيوني لو نوم دونفون، غنعمل أصغر من أو تساوي ستة، بحال اللي عندي هنايا. نقطة فاصلة شنو كيكون عندنا دائما؟ كيكون عندنا دائما 900 درهم زائد 36 ضرب، كنفتح القوس غنسيليكسيوني لو نوم دونفون وغنعمل هنا ناقص ثلاثة وكنشد القوس، بحال اللي شرحتكم دابا عاد هنايا. نقطة فاصلة الحالة الأخرية ما كنعملوهاش حيت معروفة، حيت العكس ديال أصغر تساوي ستة هي أكبر من ستة، غنعملو هنايا ألف و8 وغنشد جوج الأقواس ديال سي وغنضرب هنايا وغنجر. دابا إذا بغيتو تتأكدوا بأن هاديك الشيء صحيح، أنا منكم في حالي كنعملو في القسم، أجي نجربو تو عملو عينكم هنا وهنا، لا تنعملهم كولوري صوفار باش تشوفوهم مزيان. هاي إذا كان هنا واحد شحال رجعت؟ 300. شوفو هنا وهنا، شوفو في لو نوم دونفو في لوكاسيون فاميلي. إذا كان جوج هاي 600، إذا كان ثلاثة هي 900، دونك هي اللي كنت شرحتكم دابا. إذا كان أربعة شحال؟ 936. إذا كان خمسة شحال؟ 972، يعني 900 زائد 36 زائد 36. إذا كان ستة شحال؟ 1008. إذا كان سبعة شحال؟ 1008. إذا كان ثمانية شحال؟ 1008. إذا كان عنده 10 دراهم شحال؟ 1008. كيبقى دائما 1008، يعني داكشي اللي عدلنا صحيح. سي بون؟ دونك دابا نشوفوا الإيد سوسيال. دابا السؤال هذا ساليناه، دونك نمسحو، نمسح هادو اللي كاينين هنا ونكتب هنايا ايد سوسيال، هي اللي خصنا نخرجو دابا. قال لك كالكولي ليد سوسيال، انا كنقرا السؤال اللي كاين هنا. كالكولي ليد سوسيال كيفو 500 درهم بوغ لي سالاريي ايون بلوس دو 4 انفون اي دون لو سالير دو باز نو ديباس با 5000. دابا اجي نحلو السؤال. ايد سوسيال شنو غيكون كيساوي؟ 500 درهم او 0 درهم، هادي ما يقول لكش. انت خصك تستنسم السؤال. 500 درهم فوقاش غتكون؟ بوغ لي سالاري ايون بلوس دو 4 انفون، يعني خصو يكون عنده لو نوم دونفون اكبر من 4. شنو عندك موراها؟ اي دون لو سالير دو باز نو ديباس با 5000. عندك شرط ثاني هو اي سالير دو باز لا يتجاوز 5000، يعني اصغر من 5000. والحاله اخرى يعني دون لو كا كونترير غيكون 0. كا كونترير اصلا ما نعدلوهاش، يعني هذيك معروف. دونك هنا شنو عندي؟ عندي هنايا جوج لي كونديسيون باش يكون 500 درهم. دونك عندك هنا بيناتهم اي، دونك ديجا شفناها في الدروس الاخرى. دونك غنخدمو هنا سي مع اي، دونك غنجيني هنا الايد سوسيال، لازم نكبركم هيدا باش تشوفوا. ها هي دونك شنو نعمل هنايا؟ تساوي سي، كنفتح القوس، كنعمل اي، كنفتح القوس. لو كانت عندي او كنت نعمل او عاود نفتح القوس. دابا عندي اول شرط هنايا هو لو نوم دونفو اكبر من 4. دونك شنو نعمل؟ غنسيليكسيوني لو نوم دونفون اللي هي او 3، غنعمل اكبر من 4. دابا سالينا الشرط الاولي، كان من نقطه فاصله باش نعملو الشرط الثاني. سالير دو باز لا يتجاوز 5000، دونك غنسيليكسيوني سالير دو باز ها هو، غنعمل اصغر من 5000، هذا الشرط الثاني. ملي كتسالي الشرط خصك تشدو، دونك كنشد القوس ديال اي حيت قضاه مهمه ديال الشرط. دابا نقطه فاصله كتقول له شنو نعمل؟ شنو نعمل؟ 500. نقطة فاصلة هاد الحالة كا كونتخيغ بلا ما نعدلوها هي اللي بقات. دونك نيجا كنعمل صيرو، كنشد القوس، كنشد وكنجر. صافي شني كتلاحظو؟ هادو علاش عطاوهم 500؟ حيت عندهم كتر من 4 د العيال والصاليغ دو باز ديالهم لا يتجاوز 5000. هذا عنده 4، هذا واخا يكون عنده مثلا 5 د العيال، ها واخا هذا الاخري واخا عنده 5 د العيال، الصاليغ دو باز ديالو يتجاوز 5000، هاديك الشي الدولة عطاتو صيرو. صافي دونك شنو كيبقى لنا؟ السؤال الاخر صالح فينال، اتمن المجموع ديالهم تساوي الصوم، غتفتح القوس، غتسيليكسيوني صالح دو باز، تمن يدك في كونترول لا بريم لا لوكاسيون فاميليال والايد سوسيال اونتري، اضرب هنايا و اجور. سي بون. دابا نكملوا السؤال اللي موراه. دابا حنا عملنا كالكولي صالح فينال. دابا شنو قال لك هنايا؟ انسيري اون كولون ا لا فان pour calculer l'ordre par ancienneté. قال لك زيد واحد الكولون في الاخر باش تحسب l'ordre par ancienneté. دونك غنسيليكسيوني هذا ونضرب هنايا في الشيتا ونضرب هنايا، ها هي نوسعوها شويش. صافي غنسميو هاد الكولون ordre par ancienneté.
دونك باش نخرج لورد دائما كنستعملوا فونكسيون رونج، هي اللي كتعطينا الرتبه، كنعمل تساوي رونج كنفتح القوس كنسليكسيوني لونسيونتي يعني اللي كاينه في الخانه الاوليه نقطه فاصله كنسليكسيوني لي زونسيونتي كاملين. شنو معنى هذه؟ معنى هذه تشوف لي الرتبه ديال لونسيونتي الاوليه لي زونسيونتي كاملين، ديك لي زونسيونتي كاملين كنعمل لهم اف 4 باش ملي كنجر عاو كيتشوف لونسيونتي الثانيه يعني 20 لي زونسيونتي كاملين. حنا ماشيين نقطه فاصله هنا كتعمل اما 0 اما 1، 0 كتعني من الكبير للصغير و1 كتعني من الصغير الى الكبير. دونك طبعا انا خصني من الكبير للصغير دونك انا من 0 غنعمل اونتري وغنجي لهنا وغنجر. اذا بغيتو تزولو الدرهم دابا نتوما كتعرفو مشيو لهنا النومبر مشيو بيرسوناليزي وعملو تماك 00 صافي هي اوكي صافي. دونك الاولي هو هذا عنده 32 سنه، الثاني هو هذا خدام 26 سنه، الثالث هو هذا خدام 21 سنه، يعني داكشي هو هذاك صحيح. دابا نقراو السؤال اللي موراه. السؤال اللي موراه قال لك كولوري اون روج لي 3 سالاريي لي بلوز انسيان. دابا انا خصني نكلر الموظفين الثلاثه القدامين. شنو معنى الثلاثه القدامين؟ الثلاثه القدامين هو اللي غيكون عندهم في لورد يا واحد الرتبه الاولى او لورد الثانيه او لوغ الثالثه. دونك هنا شنو كتلاحظوا باني انا نلون واحد الموطاع يعني هاد الموطاع هذا السالاري ولكن الشرط عندي في موطاع اخر. دونك هادو ديجا عندي في الفيديوهات ديال ميزون فون كونديسيون الدور ديال الاكسل. دونك شنو كنعمل كنسليكسيوني اللي غنلون يعني هادو لي سالاري كنمشي ميزون فون. ملي كيكون عندي الشرط في موطاع اخر كنمشي نوفيل ريغل كضرب في الاخريه دائما اوتيليزي فورميل بور ديتيرميني بور كيل لو فورم هاديك صافي غتجيني هنا كنبداو دائما بتساوي. غتشوف اول خانتين الشرط، الشرط عندك على لوغ فين هي اول خانه ام 3 دونك غنسمي هنا ام 3 وغنعملو هنا اصغر من او تساوي 3. شنو معنى اصغر من او تساوي 3؟ يعني تكون يا واحد يا جوج يا 3 صافي. غنمشي هنا نمشي كولور، المهم نعمل هنا اي كولور، نعمل مثلا غومبليساج كحال او بوليس بياض ماشي يبان لكم، نعمل لا غرا اوكي اوكي. شنو كتلاحظوا دابا هو الاولي هذا هو الاولي وهذا هو الثاني وهذا هو الثالث. السؤال الاخر قال لك لا باقي قبل الاخر اي اون فيغ لو بلو ريسون، قال لك خصك تلون بالخضر لو بلو ريسون. لو بلو ريسون هو اللي غيكون عنده لورد 8 حيت هذا هو اللي عاد خدم معنا عنده 5 سنين عنده لا شحال 5 سنين هذيك دونك شنو غاتعمل؟ غاتسليكسيوني لي سالاريي غاتمشي ميزون فون نوفيل ريغل غاتضرب في الاخريه غاتجيني غاتعمل تساوي اول خانه ديال الشرط هي ام 3 وغاتعمل تساوي 8 وغاتمشي هنا نفورما تما الكولور صافي. نعملو شي غومبليساج بلا باش يبان لكم داكشي بوليس نعملو مثلا كحل غرا اوكي اوكي. دونك هاهي صار الزرقامي هي اللي عاد خدامه معانا. عفوا هنا قالك اون اتيليزون لا فيزيون اي بيبلي بوستاج ريديجي لو فيش دو باي بور شاك سالاري. دابا انا خصني نعدل الفيش دو باي ديال الموظفين كاملين، يعني خصني نامبريمي زعما ما يكونش عندك طابلو فيه غير هاد الموظفين هادو، يعني غيكون عندك 100 موظف 50 موظف 60 دابا تيخصك تخرج لهم فيش دو باي يعني الورقه ديال الخلاص. دونك شنو غنستعملو؟ غنستعملو بيبلي بوستاج. يعني شنو خصني نعمل؟ خصني اول حاجه نفتح الوورد صافي. دونك نفتحو الوورد ها هو دوكيمون فيرج صافي. غنجي هنا نكتب فيش دو باي هيا نتي نعوضو شويش منا كنراجعو الوورد غرا سوليني صافي. مثلا بدلنا نعاود الخط ها هو نعمل اونتري نضرب مي مساحه هاهي. دابا نشوفو لي المعطيات اللي غنعملو فيه. دونك غيكون عندنا السالاري سيرفيس داتري كينوا خازيت نعملو واحد الطابلو هنايا انسيرسيون طابلو كولون الاولى غيكون فيه العناوين كولون الثانيه غيكون فيه النقط كولون الثالثه غيكون فيه المعلومات هذا الرابع نعملو الفراغ به عاود خامس سادس سابع دونك انا من سبعه دابا شويه تفهموني صافي. دونك الطابلو عملت فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة صافي. غنسليكسيوني الطابلو غنمشي هنا ميزون باج نوسعوها شويش من هنا دونك نعملو له واحد نجيبو كتابة في الوسط نمشي لاكوي نعملو شي بوردور مزيوان بوردور إتخام. دونك غنجي هنا نختار شي خط مزيوان هذا مثلا نجي هنا نختار شي كولور صافي هيا أوكي. نعملو الطاية دابا قبل ما نبدا نكتب نعمل هادشي باش باغي ما نضيعوش الوقت صافي. نعملو هنا غرا صافي. دونك هنا غنعملو لو نو هنا غنعملو سيرفيس كتشوفو ولا نكبر؟ ها نكبركم اذا تشوفو هنا غنعملو ديك دو بوان
2 بوان 2 بوان، باش ملي نزود الطابلو كيبقى داكشي منظم. صافي انا غنكتب ديك لو نو دو سالاري و سيرفيس، هادو غنزولهم دونك غنسيليكسيونيهم. غنمشي لينا بوردور بوردور اتخام، غنعمل اوكون، غنخلي غير جهة الشمال و جهة اليمين. صافي هيا نسينا ملي كتعمل فيش دو بي كتعملها في واحد الشهر محدد. دونك غنجي هنا نعمل مثلا موا، وغنجي هنا نعمل اني. صافي دابا حنا في موا افريل، دونك غنكتب هنايا افريل، وهنايا اني نعملو 2022، وهنا نعمل ديك دو بوان باش كيجي داكشي منظم. صافي هيا، صافي هيا موا، ونزيدو هادي هيا، وهادي نزيد جبدة حتى يكون فيها الاسم ديال الموظف. سي بون. دونك شنو عندي اخر؟ دابا انا نفكرو في حاجات اخرين كولونس اللي غنزيدهم. نعملو هنايا لونسيون سالير دو باز، نعملو سالير دو باز، ونعملو لونسيونتي ولا بريم ولا لوكاسيون ليد سوسيال سالير فينال ولا بارونسيون. نزيدو تا دات ريكريتمون. دونك عندك دات ريكريتمون بلاش. صافي لازم نشوف شي خطه باش تجي فيش دو بي مزيونه. لو نو سيرفيس صافي نعملو غير منين السالير دو باز. انا ماشي سالير دو باز، بريم، الوكاسيون فاميليال اي سوسيال سالير فينال. دونك شحال عندي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك انسيرسيون طابلو، نعملو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وغيكون طبعا فيه جوج سطورة ياك. صافي غنسيليكسيوني الطابلو، نعملو بحال من دابا عاد ميزون باج. من كترجعو نجيب كتابة في الوسط، نوسعو شويش، نعملو واحد، نمشي لينا لاكوي، نعملو البوردير وغيكون عاقل علينا من غير الدو. صافي هيا نعملو الطاية 12. صافي نعملو مثلا بين ام تي هيا. دونك هنا عندي سالير دو باز، هنا عندي لا بريم، هنا عندي الوكاسيون فاميليال، وهنا عندي ايد سوسيال، وهنايا عندي سالير فينال. صافي دونك لاتي نعوض غير شويش حتى كيعجبني الحاجة تكون معوضين. كيقراو معايا كنقول لهم اشرحكم شي تتعوضوا لي داكشي. صافي دونك نزولو لهم بوردور وسطي. صافي دونك نزولو لهم بوردور وسطي. صافي دونك دابا شنو غنعمل؟ لازم نعملو شي اطار الصفحة داغية. كونسيبسيون بوردور دو باش. صافي دابا شنو خصني نعمل؟ خصني نربط ما بين هاد الورد هذا والاكسل، نربط بيناتهم. سي بون. دونك باش كنربطو بيناتهم طبعا خصها تكون عندك هنا سينياتور وداكشي. سينياتور، و اذا بغيتي عوطا بديك الغوتخي اللي قريتو معايا في الورد. دابا الناس اللي قراو معايا عارفين هادشي. لي غوتخي دغوات مثلا غنجي نزل هنايا مثلا في 15، غنجي هنا نعمل طابيلاسيون. صافي دونك دابا خصني نربط ما بين هاد فيش دو بي والاكسل ديالي. دونك ملي كنجي نربط بيناتهم ما خصوش يكون هاد السطر هذا خاوي، خصو دائما الطابلو يكون في الراس، باش مش كي كي كيخوض بعين الاعتبار هاد العناوين اللي كاينين هنا في الطابلو ديالك. دونك عند رف واحد غنكليكي باليمين، غنعمل سوبريمي. صافي دونك صافي مسح هادو ما نحتاجهمش. صافي دونك الورقه ها هي اكسيرسيس جوج. هذا الاكسيرسيس باقي ما عنديش مسجل، دونك نسجلو. غنعمل دونك نسجلو، لا تنسجلو داغيا، نسجلو في بيرو سو بي سي بيرو. صافي هو الكلاسور. صافي دابا نربط بيناتهم. دونك نرجع للورد، كنمشي لهنا. دونك عندي انا بيبلي بوستاج فيديوز ديالها، كنمشي لهنا بيبلي بوستاج ديماري اسيستون. غنجي لهنا غنبقى نعمل سويفون 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 حتى كتجي شي فنتر. دابا غنمشي نفتش على الاكسل ديالي. دونك غنمشي انا سجلتو في البيرو، ها هو كلاسور. ما عنديش في اكسيرسيس واحد، انا عندي في اكسيرسيس جوج. صافي غنكليك على اوكي. دونك هذا هو الطابلو ديالنا. صافي وكاين هنايا. دونك شنو غنعمل؟ غنكليكي على اوكي. ها هي دابا كنضرب هنا في لو نو، كنمشي هنا انسيري ان شون دو فيزيون، غنختار الاسم هو السالاري. غنجي هنا غنختار سيرفيس، غنجي هنا سالير دو باز، غنختار سالير دو باز، غنجي هنا بريم، غنختار لا بريم، غنجي هنا الوكاسيون فاميليال، غنختار الوكاسيون فاميليال، ايد سوسيال، غنجي هنا غنختار ايد سوسيال، غنجي هنا سالير فينال، غنختار سالير فينال. ملي كنسالي كنعمل سويفون سويفون سويفون. صافي كيبقى يبانو كيتبدلو، ها هما.
صافي. دونك اذا كانت عندك لامبريمو يمكن لك تامبريميهم كاملين. اذا بغيتي باغ اكزومبل شي نهار جاك هذا العدد كبير ولا شي حاجه صريخ فينا ولا داكشي، من نوريها لكم واخا تشوفناها في الفيديو اللي قبل. باش كتعوض الفورم ديالهم هنا شنو كتسمع، كتسليكسيوني هذه كتكليكي باليمين كتمشي موديفيكاسيون دي شون، كتشبع الاسم اللي كاين هنايا كتكليكي باليمين كتعمل كوبي، كنمشي فورمول كنمشي فورمول مورا تساوي كنعملو كولي، مورا كنجي لنا فورما كنعمل زيرو اسباس زيرو فيرغول زيرو زيرو وكتكتب الدرهم نيشان حيت هذا الورد بلا ما تعملها كيومي صافي كتجيك فحال هيدا. اون فوا كتعوض الموظف واحد كيتعوض الموظفين كاملين. غنعاودها لكم هنا باش نزيدو نفهمو. غتسيكسيوني سالير دو باز، غتكليكي باليمين موديفيكاسيون دي شون، زعما القيمة اللي كاينة في سالير دو باز، كليكي باليمين موديفيكاسيون دي شون، كتجبر هذا الاسم هذا كتكليكي باليمين كتسمي كوبي، كنمشي فورمول كنمشي فورمول مورا تساوي كتسمي كولي، كتجينا كتسمي زيرو اسباس زيرو باش يجيو الالف مفارقين فيرغول زيرو زيرو. في الاكس كنعملو كيومي اسباس دي اش، دابا انا بلا ما نسمي من غير اسباس وكتب دي اش وكتسمي اوكي. دابا انت بامكانك تعاود هذا وتعاود هذا وتعاود هذا صافي. دونك دابا هما كيبانو الموظفين كاملين. المهم الى هنا كنكونوا سالينا هاد التمارين هذا، دونك خدمنا تمارين مزيونين، جوج تمارين يعني فيهم بزاف لي زانفورماسيون معلومات. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وكنتمنى اللي وصلنا للاخر ديال الفيديو اللي تافو كامل ما يبخلش علينا ويعمل باني استفدت ولا ما استفدتش ولا عجبني الفيديو ولا ما عجبنيش. ماش كنعرف نسبه الناس اللي كيساليو الفيديوز حيت حبه هذا لو الناس كيشوفوا الدرس كامل، حيت كاين بزاف المعلومات هنايا. ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع لي زامي ديالكم باش توصل المعلومه للجميع، وبارطاجيو لي فيديوز، واذا كانت عندكم شي مقترحات وداكشي خليوها في لي كومونتير. الى هنا كينتهي الدرس اليوم. رمضان مبارك سعيد، والله يتقبل والله يجعله في ميزان الحسنات. شكرا.